تعرفش الدورة جاو اليوم بالكركرات تعلمون بأن الكركرات لها رمزية خاصة باعتبار بأنها كانت محطة ملح قيادة الجلالة الهيكل الذين يحكمون بعرقلة التنمية وعرقلة الإشعاع في القانون الجنوبي وكذلك اليوم كانت مناسبة هذه الدورة لعرض مختلف الإنجازات التي قام بها المجلس الجهوي خلال هذه السنوات الخمس في مختلف القطاعات. اليوم يعني كل المشاريع التي تم عرضها بين يدي جلالة الملك هي عرفت مستوى من الإنجاز عالي يفوق 70%. المجلس الجهوي لعب دورا هاما في إنجاز هذه المشاريع وتنجيز وتنزيلها على أرض الواقع. طبعا المشاريع المتضمنة في برنامج إعطاء جرد عام لمستوى إنجاز هذه المشاريع، والحمد لله العرض كان إيجابي وإيجابي جدا وفي مختلف القطاعات، إضافة إلى إدراج 25 وحدة في جدول الأعمال كلها تصب في دعم إنجاز المشاريع، تقوية التنمية في هذه الجهة في جهة داخل بلدنا في مختلف يعني مدنها ومختلف قراها، وبالتالي يعني نحن اليوم في هذا المكان هناك الرمزية وهناك كذلك المضمون والبرامج الموجزة التي تكون الصورة متكاملة عند الشركة. شكرا.